جاهزين؟ جاهز يا مخلد؟ أعطوني في الجولة الأولى أعطوني سؤال مخلد إذا جاهز. استريحوا بداح بعد إذنكم شباب. الشاشة اللي عندنا مو شغالة، شغلوا لي إياها. يقول السؤال، أعطوني الشاشة أول. جميل. سؤالك يقول: من كم لاعب يتكون فريق كرة السلة؟ 6 لاعبين، 4 لاعبين، 5 لاعبين. خمس لاعبين ثبت. خمس لاعبين وثبت. عندك معلومة جوجل؟ ما أقدر. ملعبي. ملعبك؟ نعم. إذا إجابة مخلد صحيحة، استاهل 500 نقطة. سعد جاهز؟ استاهل 500. سعد الطيب. جاهز؟ جاهز. أعطوني سؤال سعد. سؤالك يقول: أول منتخب عربي صعد إلى كأس العالم هو منتخب مصر، منتخب الجزائر، منتخب المغرب؟ منتخب الجزائر ثبت. معلومة ولا رمى؟ لا معلومة. صحيح أن الجزائر في كأس العالم الماضي أبدعوا، واللي قبلها أبدعوا، لكن هل هم أول منتخب صعد بطولة؟ نعم صحيح. ولا يقول خطأ أو صحيح؟ إيه أقني زلقت خلها. يقول لهم مثلا يقول خلاص اذا انا قلت صح خلوها صح يا جماعه تجملوا ولا، لكن للاسف اجابتك خاطئه راحت عليك. ما صبرت لين تجي معلومه يا ابو. منتخب مصر. جاهز يا بشمهندس؟ جاهز. اعطوني سؤال بشمهندس على الشاشه. سؤالك يقول: اين تقع القوقعه في جسم الانسان؟ في الانف، في الاذن، في الحلق؟ في الأذن ثبت. ذكاء برضو يا بشمهندس انك صبرت لين جت 100 عشان تضمن تكون اجابتك صحيحه. فعلا اجابتك صحيحه، اخذت 100 نقطه، مبروك. الجهه المقابله للجهه اليمنى، نبدا مع الجميل علي بن هادي. جاهز؟ اعطوني سؤال علي بن هادي على الشاشه. سؤالك يقول: ما هو الاسم الذي يطلق على الاوعيه الدمويه المسؤوله عن نقل الدم وتوزيعه لمختلف انحاء الجسم؟ الشرايين ثبت. طيب بس لقمه ايش؟ كمل بس شوي. الشرايين، الجهاز العصبي، العروق، شيء. الشرايين ثبت. ما شاء الله عليه، ثبت على الرعين. جابتك صحيحه، تستاهل 500 نقطه. ما شاء الله عليكم، راجعين زين اليوم انت. جوجل ما قصرت. ها؟ ما عليه، يمكن نجيك الجوله الثانيه. ها؟ ايمن جاهز؟ جاهز. اذا طاحت العصا بيخصم عليك. ابشر. اعطونا سؤال ايمن. سؤالك يقول: من هو العالم الذي أسس علم الضوء؟ الزهراوي، ابن الهيثم، الفارابي؟ علم الضوء. من هو العالم الذي أسس علم الضوء؟ الزهراوي، ابن الهيثم، الفارابي؟ صوت هذا. ما عليك من الصوت، أعطني إجابتك. أرباكني. يحاولون يشتتونك. ترى كشاف على الجهه الثانيه. الزهراوي، ابن الهيثم، الفارابي؟ ابن الهيثم ثبت. ابن الهيثم مثبت. خيار جدا ذكي انك انتظرت الى 100 عشان تحذف اجابه، لكن اجابتك كانت ابن الهيثم، والاجابه الصحيحه هي ابن الهيثم، تستاهل 100 نقطه. العصا تطيح اهم شيء. عبد العزيز جاهز؟ جاهز. اعطوني سؤال عبد العزيز على الشاشه. سؤالك يقول: يا عبد العزيز، من هي اخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ام حبيبه، ام سلمه، ميمونه بنت الحارث؟ ميمونه بنت الحارث ثبت. ميمونه بنت الحارث وثبت. وعلى 500 نقطه.
رمعة ولا عندك معلومة؟ لا قد مر علي لسه، بس إن معلومة ثابتة لا. طبعاً هي 500 نقطة، وإجابتك كانت ميمونة بنت الحارث آخر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وإجابة يا عبد العزيز صحيح، تستاهل 500 نقطة. ننتقل للجهة اليمنى بعد ما انتهينا من الجولة الأولى. أعزائنا المشاهدين، نبدأ الجولة الثانية مع جوجل جنتل الجميل والرائع مخلد الغامدي. جاهز يا مخلد؟ جاهز. أعطوني السؤال مخلد.